ماشي بالجوال سيدي. لا تغضب، نحن أطفال بريئون، نبيع هنا وهناك، نساعد أمنا المريضة، فنأكل جميعنا، فنحن جائعون. احتفالية السلام من أجل سوريا بعنوان أطفال وقصيدة أمل، هذه الاحتفالية الختامية لمشروع داما لمدة 8 أيام على مستوى منطقة عفرين راجو شران جندرت. احتفالية دمج مجتمعي ثقافي كردي عربي تركي، تمتزج فيه أجاويد تصرفات الطفولة. احتفالية هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة عفرين. هذه احتفالية برعاية منظمة الأفاد التركية، تنفيذ فريق السعادة التطوعي والوكالة السورية للإنقاذ السار.